بنخافش منه، احنا بدنا نحضر له كل شيء، ايش احنا بنستطيع لازم نحضر له ليوم النكبة، لانه هذه 15/5 هذه عشان السفارة. غزة كلها بدها تقوم، مع الضفة مع كل الدنيا غزة بدها تقوم، كل ليته طفل ولد وامرأة كله بده يقوم، فيش واحد في بيته بده يضل قاعد. هاي اللي بنستعمله الشاكوش والعجل والقصار، هذه بنقص فيها السلك، وان شاء الله غير نحقق امالنا ان شاء الله اليوم ولا بكره ان شاء الله. احنا شعب مظلوم وبدنا حقنا، ما بدنا اكثر من حقنا، واليوم ان شاء الله ان شاء الله حننسف السلك الزال اللي بين ارضنا، احنا بنطالب في ارضنا ما بنطالب في حاجه واحده. على السلك على